أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى فجاء بعجل سمين فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشر فصكت وجهها في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال المرسلون
قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة مسرفين مسرفين صدق الله العظيم.